أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. لا زال الحديث موصولا أيها الإخوة في شأن الحج، وفي هذه الآيات يبين الله تبارك وتعالى فضله على عباده المؤمنين وتصحيحه للنظرات الخاطئة المتعلقة بالعبادة. فإن من الناس من كان ينظر إلى عبادة الحج على أنها مما لا يجوز فيه القيام بأي عمل آخر كالتجارة مثلا، فالله سبحانه وتعالى راعى ما يحتاج إليه الخلق
وما تعودوا عليه في أمثال هذه المواسم. وقد كان العرب في جاهليتهم لهم أسواق عديدة، أسواق ثلاثة: سوق عكاظ، وسوق مجنة، وسوق ذي المجاز، كلها تتعلق بموسم الحج. هذه الأسواق كانت تجلب لها البضائع من كافة أنحاء البلاد، ويبيع الناس ويشترون فيها ويتجرون ويحجون. فلما جاء الإسلام تحرج بعض المسلمين من أن يتجروا في الحج، أن يبيعوا أو أن يشتروا ونحو ذلك، مع أن هذا الحج هو الموسم الأعظم للبيع والشراء والتجارة في هذه المناطق. فالله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن عباده المؤمنين الحجاج، وقال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. لا حرج في ذلك إذا كان الحاج من أهل التجارة، أو يحمل معه تجارة، أو يريد أن يبيع أو أن يشتري في هذا الموسم، فلا حرج عليه. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وابتغاء الفضل بالتجارة هذا من نعم الله تبارك وتعالى. وكما جاء في سورة آل عمران: أحل الله البيع وحرم الربا. فلا حرج على المسلم في هذا الأمر، لكن لا بد أن يكون قصده الأساس الحج. الحج أن يجعل همه الأساس أداء الفريضة، ولا حرج عليه بعد ذلك إن ضم إليها هذا الأمر الدنيوي، لأنه مما شرعه الله تبارك وتعالى، ولأنه مما اعتاده الناس في أمثال هذه الأماكن وهذه المواسم، فلا حرج فيه. لكن لا بد أن يستشعر الإنسان أمر العبادة، وأن يجعل ذلك هو الأمر المقدم. قال: لا جناح عليك، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ثم بعد ذلك انتقل إلى متابعة مسيرة الحج. الحج تبتدئ مشاعره بعد الإحرام بالوقوف في عرفة. والوقوف في عرفة هو الركن الأعظم من أركان الحج، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة. وهذا لا يعني أن من أدرك عرفة ولم يؤدي شيئا آخر من أعمال الحج أنه قد تم حجه، لا، لكن هذا يبين أن الركن الأعظم من أركان الحج هو الوقوف بعرفة، لأنه ليس له بدل، ليس له بدل. من فاته الوقوف بعرفة حتى وإن جاء محرما، حتى وإن ساق الهدي معه، إذا فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين أهمية هذا الركن، الركن الأعظم، وهو الوقوف بعرفة. قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات، رتب الإفاضة على الوقوف بعرفة. لا بد إذن من الوقوف بعرفة، وهذا ما يدل على أنه الركن الأساس في الحج. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام مكان الوقوف، وبين طريقته ووقته. النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة، ولكنه بعد أن صلى الظهر والعصر اتجه إلى الصخرات، فوقف فيها يدعو حتى غربت الشمس. فهذا بيان لوقت الوقوف ومكانه. وقال عليه الصلاة والسلام: وقفت بعرفة
وعرفة كلها، وقفت ها هنا بعرفة وعرفة كلها موقف. يعني لا يلزم لصحة الحج أن يقف الإنسان في المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل في أي مكان وقف من هذا المشعر يجزئه ذلك ويتحقق له به هذا الركن. قال فإذا، ثم متى يفيض الإنسان من عرفة؟ قال فإذا أفضتم من عرفات، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بعد غروب الشمس والبقاء قليلا، هكذا جاء في الحديث فيما رواه جابر وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صنع ذلك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام منبها أصحابه والمسلمين في ذلك الزمان وفيما يأتي من الأزمنة، قال لتأخذوا عني مناسككم، يعني يجب الاقتداء بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وتعرف هذه المناسك من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المناسك ليست من اجتهاد الناس وليست مما تمليه عليه عقولهم وليست هي من بقايا أفعال أهل الجاهلية، ولكنها من بيان النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يتلقاه عن الوحي. قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الإفاضة من عرفات يأتي بعدها الوقوف بالمزدلفة وهي المشعر الحرام. هذا المشعر الحرام جزء من المزدلفة، وهو قريب من المسجد هذا الجامع الكبير الذي في المزدلفة. ولكن في أي مكان وقف الحاج من مزدلفة فإنه يجزئه، وقال عليه الصلاة والسلام وقفت هنا وجمع كلها موقف، هي تسمى جمع لأن الناس بعد أن يخرجوا من عرفة يجتمعون فيها، هي محصورة. أما عرفة فهي مكان منتشر والناس فيه متفرقون، لكنهم إذا جاءوا إلى المزدلفة يجتمعون. قال وجمع كلها موقف، وهذا من باب يسر الشريعة، أنه لا يلزم أن يقف الإنسان في المكان الذي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتم له نسكه. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن ييسر لعبده الوقوف بعرفة والانخراط مع أهل هذا الموقف، هذا الموقف العظيم الذي يتجلى الله سبحانه وتعالى فيه على عباده ويتفضل عليهم، والشيطان لا يتغيض في وقت ولا في مكان ولا في بلد كما يتغيض فيه وتظهر عليه الحقارة والذلة في يوم عرفة، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما رؤي الشيطان في يوم أحقر ولا أذل من يوم عرفة. لماذا؟ لما يرى من فضل الله تبارك وتعالى على هؤلاء العباد الذين وقفوا بعرفة. فاذكروا الله على ما هداكم، هذه من نعمة الله أن ييسر الله للعبد الوقوف بعرفة والتعرض لفضل الله رجاء أن يكون ممن يتقبلهم الله سبحانه وتعالى ويعفو عنهم في هذا الموقف العظيم. وكذلك الوقوف بمزدلفة، أن يتيسر له الانتقال من عرفة إلى مزدلفة. قال واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ما مناسبة هذا الختام لهذه الآية في هذا المكان؟ الناس في الجاهلية كانوا على مستويين، عامة الناس الذين يأتون للحج من أقطار الجزيرة العربية وقريش، قريش أصحاب هذا المكان أهل مكة، ومن رضي
بمذهبهم. هؤلاء قريش ومن معهم ما كانوا يخرجون إلى عرفة، كانوا يقفون بالمزدلفة ولا يجاوزونها. يعني في يوم عرفة كان وقوفهم في مزدلفة ولا يخرجون. ما هي حجتهم؟ قالوا إننا نحن أهل الحرم والمزدلفة من الحرم، لكن عرفة خارج حدود الحرم، فكانوا بهذا التأويل الفاسد الكاسد لا يخرجون إلى عرفة، يقفون بالمزدلفة، يسمون الحمص. قريش ومن معها يسمون الحمص، الحمص. فهؤلاء كانوا لا يخرجون، يبقون في المزدلفة. فالله سبحانه وتعالى بين أن هذا من الضلال المبين، الذي يفعل مثل فعلهم حجه باطل، ما تم له حج، لأن الحج لا بد فيه من الوقوف بعرفة. فهذه منة من الله على عباده أن بين لهم كيف يحجون، وأن من أهم أركان الحج الوقوف بعرفة، حتى لا يكونوا كالضالين الذين كانوا يقفون بمزدلفة ولا يجاوزون ذلك إلى عرفة. وإن كنتم من قبله، يعني من قبل هذا البيان، من قبل حج الرسول عليه الصلاة والسلام وتعريفه للناس بهذه الأحكام التي أوحى الله بها إليه، كنتم من الضالين. ثم بعد ذلك قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، بعد مزدلفة الإفاضة إلى منى، يفيض الناس من المزدلفة إلى منى. والنبي عليه الصلاة والسلام بات بالمزدلفة، بات بالمزدلفة إلى الفجر، فصلى الفجر وبقي يدعو عند المشعر حتى جاء وقت الإسفار قبل طلوع الشمس، ثم أفاض إلى منى، أفاض إلى منى. في حجة النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس من ذكر هذا، أذن النبي عليه الصلاة والسلام للنساء والضعفة أن يفيضوا قبل الفجر، أن يخرجوا من مزدلفة قبل الفجر. وهذا ما رآه كثير من العلماء رحمهم الله، أن النساء والضعفاء والأطفال ومن في حكمهم ومن يرافقهم أنه يجوز لهم الانصراف من المزدلفة قبل الفجر رفقا بهم. وهذا الأمر ليس من اجتهاد الناس، وإنما هو مبني على ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام حيث رخص لهذه الفئة. قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الاستغفار ما هو؟ طلب المغفرة وطلب الصفح وطلب العفو من الله تبارك وتعالى عن الذنوب، والذي يمتن الله سبحانه وتعالى عليه بهذا الأمر بأن يغفر له، يعني هذا أنه سامحه وعفى عنه وتجاوز عن سيئاته فعاد كما ولدته أمه. فلذلك ينبغي للإنسان المسلم أن يلتزم هذا الأمر في كل أحواله، أن يستغفر الله سبحانه وتعالى. والاستغفار هذا من أعظم أسباب العبادة التي يرجى بها عفو الله ورحمته وفضله. واستغفر الله إن الله غفور رحيم، هذا يطلب من الله تبارك وتعالى، لا يطلب من غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من لزم الاستغفار، من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم قوله سيد الاستغفار أن يقول، يعني أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. حديث كثيرة وردت عن النبي عليه السلام.
في فضل الاستغفار، لكن يحسن هنا أن يحرص العبد المسلم في هذه الشعيرة على سؤال الله العفو والمغفرة. كلما رأى توفيقا، كلما عمل عملا صالحا، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منه وأن يتجاوز عنه فيما مضى من ذنوبه. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. فلا ينبغي لعبد كتب الله له الحج ووقف بعرفة وجاء إلى مزدلفة أن تكبر نفسه وأن يتعاظم لديه ما أداه من العبادة فيظن أنه قد حاز كل شيء. لا، لا بد أن يحرص على طلب المغفرة، لأنك لا تدري هل هذا العمل الذي قمت به هل يقبل أو لا يقبل. عليك باللجوء إلى الله لعل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك صالح عملك. قال: فإذا قضيتم مناسككم. إذا قضيتم مناسككم، الآن نحن في مزدلفة، وانتهينا من المزدلفة، ماذا أمامنا؟ أمامنا مشعر منى، وأول ما يؤدى في منى بعد ذلك رمي الجمرة، رمي جمرة العقبة في اليوم الأول، وهي ترمى فقط جمرة العقبة، لا يرمى معها شيء من الجمار، ترمى بسبع حصيات. فإذا رمى الحاج جمرة العقبة وذبح هديه إن كان معه هدي أو حلق وحلق شعره، فقد تحلل التحلل الأول. التحلل الأول يبيح له فعل كل المحظورات كلها ما عدا الاستمتاع بالنساء، هذا لا يتم إلا بعد التحلل الكامل بعد الطواف بالبيت، بعد طواف الإفاضة. لكن الله سبحانه وتعالى قال: فإذا قضيتم مناسككم. هنا يرد أن المقصود رمي الجمرة والذبح والحلق. لماذا؟ لأن أهل الجاهلية كانوا في هذا الموطن، في هذا اليوم، إذا فعلوا ذلك قاموا يتفاخرون ويذكرون أمجاد آبائهم وأحسابهم وأنسابهم، يقول: أنا ابن فلان الذي كان يصنع كذا وكذا، الذي كان يطعم، والذي كان يصنع، والذي كان يفدي، والذي كان يفك الأسرى، وكل واحد يذكر فعال آبائه في هذا الموطن، في هذا الموطن. فالله سبحانه وتعالى نبههم حتى لا يكونوا كأهل الجاهلية، الأمر مختلف تماما. هذه نعمة من الله يجب أن تذكر فتشكر، أنه وفق العبد لمثل هذا العمل. فإذا قضيتم مناسككم، يعني في هذا اليوم برمي الجمرة وأداء هذه الأعمال، وهذا لا يمنع من أن يكون ذلك أيضا منسحبا على قضاء المناسك كلها بعد اكتمال أعمال الحج، كله مقصود وكله مطلوب. لكن هنا كان أهل الجاهلية يعتبرون هذا موطنا للتفاخر وذكر الأحساب والأنساب والمنافرة والمناظرة والتعالي والتكبر، فالله سبحانه وتعالى أبدل المسلمين خيرا من ذلك. قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. هذا الموطن موطن من أعظم المواطن لذكر الله وشكره سبحانه وتعالى. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. الدعاء من أعظم أبواب العبادة، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يعني الذين يستكبرون عن دعائي مطلوب، وفي هذه العبادة مطلوب بشكل أكبر، لكن لا يسوغ ولا يجمل بالإنسان المسلم أن يجعل دعاءه لأمر دنيا. من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، يا رب ارزقني ولدا صالحا وزوجا زوجة جميلة
ومالا وفيرا وكذا وكذا واشفني هذا كله مطلوب، لكن الأعظم والأهم ما هو؟ أمر الآخرة. ألا تنسى أمر الآخرة في هذا، أمر الآخرة أعظم. لكن لا بأس من أن الإنسان ينظر في أمر دنياه وفي أمر آخرته، كما ورد في قصة قارون، ها، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. قال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ليس له في الآخرة نصيب، فرغ همه ووقف جهده واجتهاده على أمر الدنيا، هذا ليس له شيء، ما له دعاء يدخر له في الآخرة. قال: ومنهم من هؤلاء العباد من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة في الدنيا كثيرة، الصحة وهدوء البال والرزق الحلال والأولاد والعقل والمال، هذه كلها من حسنات الدنيا، وحسنات الآخرة الجنة والتنعم برؤية الله تبارك وتعالى والنظر إلى وجهه الكريم وحصول ما في الجنة من النعم العظيمة، وأن يكون مع هؤلاء الذين امتن الله سبحانه وتعالى عليهم بفضله وأزال ما في قلوبهم من الغل والحقد والحسد، إخوة على سرر متقابلين، إخوانا على سرر متقابلين. هذه هي يعني نعم الآخرة، والنجاة من النار، النجاة من النار من أعظم يعني ما يطلب ومن أعظم ما يمتن الله به على عباده، كما قال تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا أعظم الفوز. فلذلك المرشدون المهتدون في هذا الموقف لا يغفلون عن أمر التوازن هذا، أن يسألوا الله لدنياهم ولآخرتهم ويخصوا آخرتهم بمزيد من العناية والاهتمام، ويسألون الله سبحانه وتعالى النجاة من عذاب النار. هذا التوازن أيها الإخوة سمة في تشريع الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى لم يخلق البشر ملائكة، ما جعلهم ملائكة، فيه خلق من خلق الله تبارك وتعالى هم الملائكة، هؤلاء معصومون، ليس لهم من شهوات الدنيا شيء، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لكن الخلق هؤلاء المكلفون الإنس والجان، هؤلاء ركبت فيهم الشهوات وفيهم نوازع للخير ونوازع للشر، فلذلك يعني نزلت عليهم شرائع الله سبحانه وتعالى لتقوم سلوكهم ولتهديهم سواء السبيل ولتبين لهم طريق الحق وطريق الشر، طريق الخير وطريق الشر. هؤلاء إذا انتصروا على أنفسهم واستقاموا على أمر الله أفضل من الملائكة، أفضل من الملائكة. فالله سبحانه وتعالى في شريعته نرى أنها دائما تؤكد أمر هذا التوازن، أن الإنسان يجب أن ينظر إلى أمر الدنيا وأمر الآخرة، لأنها كلها من قدر الله ومن خلق الله تبارك وتعالى، والدنيا مزرعة الآخرة، لا ينبغي أن ينظر إلى الدنيا على أنها شيء لا يهتم به ولا يعمل له ولا يرغب فيه، لا، الدنيا مزرعة الآخرة، الأعمال هذه مكانها أين هو؟ في الدنيا، والجزاء في الآخرة. قال: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا تأكيد على أهمية الدعاء خاصة في مثل هذا الموطن. ما هو جزاء هؤلاء الذين رعوا أمر الدنيا والآخرة؟ قال الله تبارك وتعالى في الآية التي بعدها: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. يعطيهم الله سبحانه وتعالى، استجيب دعاءهم في أمر دنياهم وفي أمر دينهم. نعم. ثم قال تبارك وتعالى مبينا أيضا
ما يكمل شريعة فريضة الحج. إذا رمى الإنسان جمرة العقبة وحلق وأهدى وحلق وطاف طواف الإفاضة، بقي عليه المكوث في منى ورمي الجمرات. كم يمكث في منى؟ أيام منى بعد يوم العقبة بعد يوم النحر ثلاثة أيام. فالإنسان المسلم مخير بين أن يتم الأيام الثلاثة، وهو الأفضل لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أن يتم الأيام الثلاثة، يبيت في منى ويرمي جمرة الجمار الثلاث في كل يوم من هذه الأيام الثلاثة بسبع حصيات. لكن الله سبحانه وتعالى أيضا رخص لعباده: اذكروا الله في أيام معدودات. هذه الأيام بعد يوم العيد، يوم العيد انتهينا منه، يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر. قال: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. يعني من رمى جمرة الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وأراد أن ينصرف فلا حرج عليه ولا يلحقه إثم. ومن أراد أن يتأخر ليتم اليوم الثالث ويرمي الجمار الثلاث في هذا اليوم ثم ينصرف فلا إثم عليه. لكن لمن؟ قال: لمن اتقى. يعني ليس الأمر متعلقا بالتعجل ولا بالتأجيل. ما هو الضابط في هذا؟ تقوى الله سبحانه وتعالى. ها؟ فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. لمن اتقى يعني من كانت تقوى الله هي رائده وهي التي تحركه في جميع أعماله، فلا حرج عليه، لا حرج عليه. هذا هو يعني الأمر الذي يجب أن يرعاه كل إنسان مسلم كتب الله له الحج: واتقوا الله. ويأتي هنا التأكيد على أمر التقوى، وقد مر معنا فيما تقدم التأكيد المتكرر من الحق تبارك وتعالى في هذا الكتاب الكريم على أمر التقوى. تختم به أعمال العبادات، تختم به أعمال المعاملات، في كل شيء يؤديه الإنسان المسلم في أمر دينه أو في أمر دنياه لا بد أن يضع تقوى الله تبارك وتعالى نصب عينيه. واتقوا الله، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذا هو الذي يحرك داعية التقوى في النفس، أنه يتذكر أنه سيقدم على الله تبارك وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية. فلا بد أن يستقيم أمره، أن يجعل عمله ابتغاء رضوان الله تبارك وتعالى. لكن هنا لطيفة: موقف عرفة والحج هذا بماذا يذكر؟ عندما ترى الناس في صعيد عرفات قدموا من كل فج عميق، من أطراف الدنيا، من أصقاع الدنيا، فيهم العربي والأعجمي، فيهم الصحيح وفيهم المريض، فيهم الكبير وفيهم الصغير، فيهم الجاهل وفيهم غير الجاهل، كلهم جاءوا واجتمعوا في هذا الصعيد يرجون فضل الله سبحانه وتعالى. هذا الموقف صورة مصغرة جدا من موقف ماذا؟ من موقف الحشر في يوم القيامة، يوم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد. فهذا الموقف يجب أن يحرك في الإنسان تذكر في المسلم، أن يحرك في المسلم تذكر الحشر عند الله تبارك وتعالى، وأن الإنسان لا ينجيه عند ربه في ذلك الموقف إلا عمله الصالح وإلا تقواه. اتقوا الله واعلموا
أنكم إليه تحشرون. إذا أيقنا بهذا الأمر استقام حالنا، لأن الإنسان الذي يوقن بما هو قادم عليه لا يفعل إلا ما يجيه، لكن الذي يغفل والذي ينسى والذي يسهو والذي تغيب عنه الهداية هذا كذاب، يفعل كما يحلو له، كما يمليه عليه هواه، كما يزينه له شيطانه، لكنه سيلقى جزاءه عند الله تبارك وتعالى. أما العاقل، أما الذي يخشى على عاقبته ويعلم أنه سيحشر إلى ربه، لا بد أن يعد العدة لمقابلة ربه وللوقوف في موقف الجزاء والحساب. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، هذه سمة والعياذ بالله من سمات المنافقين، يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. الله سبحانه وتعالى بيّن لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في سورة المنافقون، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة. هؤلاء إذا تكلموا وهيئاتهم وما يظهرونه شيء، لكن ما يبطنونه شيء آخر. فالله سبحانه وتعالى نبه المؤمنين في هذا الموطن ألا يكونوا مثل هؤلاء من الناس: من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، يحلف يقسم بالله أن هذا هو الشيء الذي يعتقده وهذا الشيء الذي يقصده، وهو ألد الخصام، ألد أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، إذا خرج انطلق سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. الله سبحانه وتعالى قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. هؤلاء المجرمون اليهود الظالمون الغاصبون الذين لعنهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، هؤلاء الذين أفسدوا في الأرض وأهلكوا الحرث والنسل، هؤلاء ليسوا بعيدين من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قادر على إهلاكهم وسيفعل بإذنه تبارك وتعالى كما وعد، ولكن هؤلاء يعني قد يغترون بقوتهم، قد يغترون بما لديهم، لكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. هم وغيره، قد يكون بعض من ينتسب إلى الإسلام يتولى هذا الكبر، يعجبك قوله في الحياة الدنيا ولكنه إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، عنده مال يسخره في الظلم، يسخره في ارتكاب المحرمات، عنده جاه يتسلط به على الضعفاء وعلى المساكين وعلى المظلومين وهكذا، إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله يذكر، وهذا مطلب عظيم وواجب متحتم على كل المسلمين لبعضهم بعض، هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تذكير بتقوى الله تبارك وتعالى. اتق الله رد إلى مخافة الله تبارك وتعالى، وهز لوجدان الظالم حتى يتوب حتى يقلع عن ذنبه. وإذا قيل له اتق الله لا يسكت ولا يستكين ولا يرجع، لا، أخذته العزة بالإثم، يتطاول يتكبر
يزيد في ظلمه وبغيه وإفساده. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يعني تذكرونني بتقوى الله فيزيد. إذا قيل له لا تظلم يتباغى يتمادى في ظلمه، إذا قيل له لا تفسد يتمادى في إفساده، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. هذا فعله، لكن ماذا له عند الله تبارك وتعالى؟ فحسبه جهنم، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا جزاء، الجزاء الوفاق الذي أعده الله سبحانه وتعالى، فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. هذا جزاؤه، وهذا فيه تذكير وتنبيه للمسلمين جميعا أن من يسلك هذا السبيل سيصل إلى هذه الغاية المقيتة، وسيحصل له هذا الجزاء كما حصل لغيره. التذكير بالتقوى أيها الإخوة ليس دلالة على النقص، وليس دلالة على الاحتقار، بل هذا واجب يجب أن يكون بين المسلمين عامرا، وأن يحرص كل واحد منهم على أن يقيمه لإخوانه. وما بالنا أو ما بال بعضنا يتحرج أو يتأفف من تذكيره بتقوى الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى قد ذكر بأمر التقوى خير خلقه. هل في الخلق أفضل من محمد بن عبد الله؟ خير خلق الله أجمعين، ومع ذلك وأيده بوحيه وأرسل له جبريل بوحيه وعلمه ما لم يكن يعلم واصطفاه من خلقه، ومع ذلك قال له يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله. فلا ينبغي أن يحمل أحدنا في نفسه على من ذكره بالتقوى، ولا أن يغضب منه، ولا أن يسيء إليه، بل ينبغي أن يتقبل ذلك منه، أن يقول له جزاك الله خيرا. وهذه أعظم وصية، أعظم وصية أن توصي بها من تحب إذا غادرته أو إذا سافر، يقول له لك أوصني، تقول له أوصيك بتقوى الله. ليس بعد هذا من وصية، هذه أعظم شيء يذكر به ويحرص عليه. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. من الناس، يعني الدنيا ليست كلها آثام ومظالم وسيئات وفسق وفجر، لا، في الدنيا الخير وفيها الشر. فمن الناس أيضا في المقابل، مقابل هؤلاء الظلمة والفسق والمفسدين، قال من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري يعني يبيع، يشري يبيع، فيه فرق بين شرى واشترى، اشترى أخذ يعني، لكن شرى باع، باع. من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يبيع نفسه لله في الجهاد أو في غيره أو في عمل الدعوة أو في الإصلاح بين الناس أو في تعليم الخير. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، يعني لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون أهل الأرض كلهم من المؤمنين بكلمة واحدة، لكن الله سبحانه وتعالى يعني أراد بذلك أن يتبين المطيع من العاصي، والمؤمن من الكافر، والذي يسارع إلى رضوان الله والذي يتباطأ، وهكذا. كيف يتبين ذلك؟ لا بد من أن يؤمروا وينهوا، وأن تركب فيهم نوازع الخير ونوازع الشر، ثم بعد ذلك من أطاع اهتدى، ومن عصى فقد ضل وغوى. نسأل الله سبحانه وتعالى
أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يهدينا سواء السبيل. ستأتي في الآيات ويعني في سور أخر في مواطن عديدة من القرآن الكريم بيان وتفصيل لقضايا تتعلق بالحج، وفي كتاب الله الكريم سورة كاملة تسمى سورة الحج. لعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر بيان ما يمكن بيانه من ذلك في حينه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يهدينا سواء السبيل.